السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم أم ميار لتفسير الأحلام. بشكر جدا كل اللي بيتواصل معايا وبيشترك معايا في القناة. ياريت حضراتكم تتواصلوا معايا أكتر وتشتركوا معايا أكتر عشان بإذن الله تعالى يوصلكم كل جديد. النهاردة بأمر الله تعالى هنتكلم عن رؤية العنب في المنام وعلى ما تدل رؤية العنب في المنام. ده اللي إن شاء الله بإذن الله تعالى هنعرفه النهاردة. بالنسبة لرؤية العنب في المنام بتدل على الرزق والخير وجمع المال للرؤي بأمر الله تعالى. يعني بالنسبة لرؤية العنب رؤية محمودة بأمر الله تعالى. طب تعالوا نشوف رؤية العنب بالنسبة للمرأة المتزوجة. ألوان العنب هنا يعني هنتكلم عن اتكلمنا كده مثلا بصفة عامة عن رؤية العنب بيدل على الرزق والخير وجمع المال والسعادة في الأسرة. طيب بالنسبة للمرأة المتزوجة، للمرأة المتزوجة العنب اللي لونه أسود ده بيكون والله أعلم استقرار في الأمور العائلية. يعني في الفترة دي ممكن يكون فيها استقرار، كان ممكن يبقى فيها خلافات أو صعوبات او مشاكل، بس الامور هتهدأ في الفترة دي بالنسبة للمشكلة اللي كانت قائمة. طيب بالنسبة للون الاخضر للمرأة المتزوجة ده دليل على الرزق ليها والاولادها بامر الله تعالى. طيب بالنسبة للون الاحمر للمرأة المتزوجة برضك ده دليل على زيادة في الحب لزوجها ليها. يبقى اللون الأسود استقرار، اللون الأخضر رزق، اللون الأحمر زيادة في حب زوجها ليها بأمر الله تعالى. طب بالنسبة للون الأبيض ده بيدل على إيه؟ ده بيدل على الحمل. ممكن يكون والله أعلى وأعلم إن هيبقى في حمل في الفترة القادمة للزوجة، هيحصل حمل وإن هي ممكن تكون حامل. طيب بالنسبة للبنت العزباء لون العنب هنا بالنسبة للبنت العزباء، بالنسبة للون أكل طبعا أولا للبنت العزباء أكل العنب زواج، أكل العنب بالنسبة للبنت العزباء زواج. طب بالنسبة أكل العنب الأسود للبنت العزباء ده دليل على أن هي سوف تتزوج من شاب، يعني مش رجل كبير السن لكن هتتزوج من شاب سنه معقول ليها مناسب ليها. طيب بالنسبة لرؤية أكل العنب الأبيض، أكل العنب الأبيض هنا بالنسبة للبنت العزباء دليل على أن هي سوف تتزوج من رجل كبير في السن، يعني يبقى أكبر سنا شوية عنها، كبير قوي في السن عنها. ده بالنسبة لأكل العنب الأبيض. طب بالنسبة للعنب الأخضر، بالنسبة للعنب الأخضر للبنت العزباء إن هي ممكن بأمر الله تعالى تتزوج من رجل صاحب منصب أو سلطة، يعني صاحب منصب أو سلطة ممكن يكون رجل واصل في منصب ما، أو يكون صاحب سلطة، أو يكون هو رجل يعني من الشخصيات المهمة، يعني تتزوج من رجل من شخصيات مهمة. بالنسبة للمرأة الحامل لو شافت طبعا العنب في أثناء الحمل ليها ده دليل على فرحة وسعادة سوف ربنا يكرمها بيها ويحقق لها ما تتمناه بالنسبة لرؤية العنب للإيه؟ للحلم. طب بالنسبة لقطف العنب للمرأة الحامل ده دليل على ولادة سهلة ليها، ده دليل على ولادة سهلة ليها. بالنسبة للأسود للمرأة الحامل ده ذكر، بالنسبة للأبيض وللأحمر أنثى. ده بالنسبة لرؤية ألوان العنب للمرأة الحامل في المنام.
طب بالنسبة للرجل، لو هو شاف ان هو بيمسك العنب، يعني بيتحصل كده على العنب وماسك في ايده عنب، في ايده عنب كتير، ده تحصيل مال، ده تحصيل مال قادم ليه في الطريق، يعني ان شاء الله بإذن الله الفترة القادمة ليه ان هو هيحقق تحصيل مال، والمال ده بإذن الله هيكون كثير وهيكون قادم إليه في الطريق. طبعا أكل الأبيض بالنسبة للعنب مش مستحب، ممكن يكون والله أعلى وأعلم ممكن يكون مرض، ده بالنسبة للرجل، يعني الرجل المتزوج ممكن يكون مرض، يعني والله أعلى وأعلم. طب بالنسبة للعنب الأسود بالنسبة للرجل خير، بس مش هيدوم كتير، يعني هيجيله خير بس وربنا هيكرمك بيه، بس الخير دوت مش هيدوم، يعني ممكن يكون مال مثلا، حاجة مال هتصرفه في أي شيء، فمش هيبقى دايم معاك لفترة طويلة، يعني والله أعلى وأعلم. طب بالنسبة لأكل العنب مع البذور، يعني احنا عندنا في عنب في مصر في بذر جوه العنب، بيبقى فيه بذر، ده دليل على ايه؟ ده دليل على ان ممكن يكون في خصومة بينك وبين احد الاشخاص، يكون بقى حد من اقاربك، يكون في اي خصومة بينك وبين احد الاشخاص، ده لو انت اكلت العنب مع اللي هو العنب اللي فيه بيبقى فيه البذور، ده اللي بيبقى معاه البذر طبعا. وانا قلت قبل كده عصير العنب ده بيبقى خير لو هو مش مخمر، عصير العنب بيبقى فيه خير ورزق ومال بأمر الله تعالى بالنسبة للرؤي. بشكركم على حسن استماعكم ليا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.